الدكتور حسين أبو الحسن مستشار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. أهلا بك دكتور. أبدأ معك، يعني ما أهمية تطوير هذا المشروع حي الطريف وأنت مستشار في الهيئة العامة للسياحة؟ تفضل. مسي عليك أخوي إسماعيل ومسي أهلا بك على الأخوة المستمعين. الحقيقة رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين هذا المساء لافتتاح حي الطريف يعد استمرارا لاهتمامه يحفظه الله بالتراث والتاريخ الوطني. فالملك سلمان هو أبو التاريخ وهو مؤرخ المملكة العربية السعودية الأول، يكتب ويراجع ويتابع كل ما يكتب عن تاريخنا الوطني. صحيح. الحقيقة يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سبق أن أشار إلى أن الدرعية هي ماض وحاضر ومستقبل، فهي فعلا حاضر وماض ومستقبل. هي مدينة الماضي بما تملكه الدرعية من إرث تاريخي عريق، ويأتي هذا بشهادة عالمية حقيقة عندما أدرج حي الطريف ضمن مواقع التراث العالمي في التابعة لمنظمة اليونسكو. هذا يعد اعتراف دولي بأهمية حي الطريف التاريخية، يعني ولولا لم تكن له أهمية تاريخية وقيمة تاريخية تهم الإنسانية جمعاء، ليس فقط المملكة العربية السعودية أو مواطني المملكة العربية السعودية، وإنما يهم تاريخ الإنسانية بشكل عام، لما اعترف به كأحد مواقع التراث العالمي في المملكة، وهو يعد ثاني موقع في المملكة يسجل ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2010 ميلادي في شهر، يعني الآن دكتور في عام 2010 ميلادي. عذر على المقاطعة دكتور حسين، يعني الآن هذا الحي في مصاف الدول العالمية. نعم، في مصاف مواقع التراث العالمي. عالمي. نعم، هو مدرج حيث سبقا تقدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. نعم. في ملف لإدراج موقع حي الطريف ضمن مواقع التراث العالمي، وأعدت لذلك خطة حماية وإدارة، وما يعني وهذا المشروع الذي يحتفى به في هذه الأمسية مع هذه الأجواء الرائعة، الأجواء الثقافية وهذا الحضور والكبير يعني الذي شهد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين نعم. شهدوا أو شرفوا المملكة العربية السعودية لحضور القمة هذا اليوم، يأتي حقيقة يعني في كل هذه الأجواء الرائعة والمفعمة بالتاريخ والثقافة مشاركة المملكة العربية السعودية واحتفاء بتاريخها العظيم وتاريخها الموغل في القدم. نعم دكتور حسين، لو نتحدث أيضا عن انعكاس هذا الحي على السياحة الداخلية وأيضا السياحة السياح القادمين من الخارج، لو نتكلم عن دول الخليج ونتكلم عن الدول العربية. الحقيقة هو كونه موقع تراث عالمي من المؤكد أنه سيشهد إقبال وسيكون وجهة سياحية عالمية لما يحظى به هذا الموقع من تنوع وثراء في المباني، وأيضا حظيت هذه المباني بعناية فائقة من قبل المملكة العربية السعودية، وكما سمعت في المدخلات السابقة وأيضا ما ذكر في الحفل بأن تكلفة مشروع تطوير حي الطريف الزرعية تجاوزت 400 مليون ريال تقريبا. هذا فقط للحي، إضافة إلى تطوير المناطق البيئية المحيطة بحي الطريف. فكما سبق أنا أسلفت لك أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهيئة تطوير مدينة الرياض تقدمت بخطة حماية وإدارة شملت أدق التفاصيل التي تخص هذا الموقع والمواقع البيئية والطبيعية المجاورة. نعم، كان معنا الدكتور حسين أبو الحسن مستشار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. شكرا جزيلا لك دكتور على هذا التوضيح وعلى التفصيل أيضا.